باب انتبهوا لهيدا الرقم، هلا حاول يعمل فيه مقلب نصبة صغيرة. بيبعت ورسالة انه انت وصلك دولارات، والغبي باعت انه وصلني 30 دولار فرد دفعة، بس هو ان جيت للجد وما بيوصل 30 دولار، بيوصل 10 10 10. فهيدا اول شيء غبي عمله. تاني شيء حكاني على رقم الواتساب وقال لي انه وصلك دولارات اذا بتقدر ترد لي اياهم، وانا اصلا خطي ثابت. فهيدا واحد عم ينصب على الناس، اللي ما بيعرف كتير حيطرقه. بقى انتبهوا منه وانشروا رقمه، خلي العالم تعرف، لانه قاعد عم ينصب على كذا واحد، يبعت لهم رسالة عادية انه